العالم المتخصص عالم ولا حاجه دكتور الاثار فهو اللي هيشرح لنا هو اشرح لنا هو اللي هيشرح كل هذه الروزات الموجوده في المتحف البريطاني نعم وحجر في المتحف البريطاني يعني كان نعم كيف وصلتوا نبدا من هنا من على اليمين نبدا من حجر رشيد ننتهي به استاذ شيخ سلامه مرحب بكم يعني في المتحف المصري الدائم باسطنبول وهذا نموذج للآثار المصرية والمتاحف بشكل عام المتاحف بشكل عام هي عبارة عن مرآة بتظهر الحضارة أي سواء يعني حضارة أي حضارات سواء كانت حضارة يعني تخص البلد صاحبة المتحف أو البلد الموجود في المتحف يعني أيا كان هذا المتحف يختص إلى شكل ما بالآثار المصرية التي تعود لملوك الأسرة الثامنة عشر وعلى الأخص الملك توت عنخ آمون يعني هذه الآثار هي عبارة عن نماذج لبعض الآثار الحقيقية الخاصة ببعض ملوك الأسرة الثامنة عشر والأسرة الثامنة عشر هي من أهم الأسر المصرية القديمة وقد حكمت أكثر من 250 عام الملك توت عنخ آمون يعتبر من أشهر وأهم هو مش أهم من أشهر ملوك الأسرة الثامنة عشر وأنا قلت ليه مش أهم لأن الملك توت حكم مصر وكان سنه 9 سنوات ولم يزتزد فترة حكمه أيضا عن 9 سنوات وتوفي صغير جدا ولكن الشهرة اللي أخذها لأن اكتشاف مقبرته فقط لأن عندما اكتشفت المقبرة اكتشفت سليمة وكاملة وهذا ما أعطى الملك توت عنخ آمون هذه الشهرة أما عن أعمال لتوت عنخ آمون فلا توجد أعمال مثل مثلا الملك تحتمس أو الملك رمسيس أو غيره من الملوك مرحب بكم هذا تمثال لأنوبيس أنوبيس معبود من معبودات المصرية القديمة وهو كان لدى المصريين القدامى يسمى حامل مقابر أو حامل مقبرة وكان من المهم أن يوجد في كل مقبرة من مقابر المصريين القدامى لأنهم كانوا بيعتبروه حارس يحفظ المومياء وحارس لكي يصل بالمومياء إلى الدار الآخرة وهي سعيدة طبقا لعقيدة المصريين القدامى شيخ سلامة ما يزعلش مني طبعا من أهم الأشياء اللي وجدت في مقبرة توت عنخ آمون التابوت الذهبي الملك توت عنخ آمون عندما اكتشفت مقبرته اكتشفت سنة 1922 يعني منذ ما يزيد عن 100 عام بالجيزة المتحف الكبير بالجيزة نقلت إليه كل آثار توت عنخ آمون ووجد بداخله قاعة كبرى أو ما يسمى في علم المتاحف متحف صغير داخل المتحف الكبير خاص بالملك توت عنخ آمون هذا التابوت لم يكن كما نراه بشكل واحد التابوت الخاص بالملك توت عنخ آمون عبارة عن 3 توابيت داخل بعضها التابوت الذهبي اللي احنا بنراه ده هو التابوت اللي داخل التابوتين يعني بخارجه كان تابوت خشبي مذهب وأيضا أعلاه تابوت خشبي مذهب أما التابوت الذهبي نفسه فكان يزيد وزنه وما زال طبعا موجود يزيد وزنه عن 110 كيلو جرامات من الذهب الذهب الخالص وعشان كده عندما نأتي دولكتهم يقول لك فين الذهب المصري يقول لك الفراعنة خلصوا فهذا التابوت من أهم الآثار المصرية القديمة للملك توت هذه المومياء الخاصة بالملك توت عنخ آمون طبعا وجدت داخل التابوت توفي 18 ما بين 18-19 سنة توفي صغير جدا والمقبرة كانت تجهز ولذلك هو يعني عندما يقال طب كيف جهزت وهو مات في السن ده هل كان مقصود أن يموت لا المقابر كانت للملوك تجهز منذ فترة يعني قبل أن ينتقل الدار الأخيرة فترة طويلة بل كان يتم زيارتها وتذهب إليها بعض الرهاب يعني لكي يقوموا ببعض الأعمال التقديسية في داخل المقبرة الملك توت عنخ آمون عندما مات صغيرا عندما اكتشفت مقبرته أخيرا تم الحديث عن هل توت عنخ آمون قتل أم هل كان مريضا يعني لماذا حدثت له هذه الوفاة المبكرة مؤخرا في 2010 تم يعني الوصول إلى أن الملك توت عنخ آمون تم توفي بسم ناتج يعني مش سم تسمم ناتج عن بعض الأمراض اللي كانت موجودة في عظامه ولذلك الملك توت عنخ آمون عندما نجد له صور كثيرة نجده يمسك عصا ووجدت بداخل مقبرة الملك توت
عشرات مش عشرات يعني ما يزيد عن 10 عصي خاصة بملك توت كان يمسكها. ثبت بعد ذلك أنه كان لديه بعض الأمراض الخاصة في العظام ونتج عن هذه الأمراض تسمم. ثبت بعد ذلك أنها يعني انتهت حياته على إسرها. وإن كانت هناك أقاويل أخرى تقال أنه قتل، وخاصة أن من خلف من يعني جاء بعده كان أحد وزرائه وتزوج أرملته، وقيل يعني أن هناك كان عملية انقلاب عليه بالشكل ده ولم تكن. هل في تفسير الإصابات اللي موجودة عنده في المومياء؟ يعني في القدم اليسرى في إصابة، صحيح الرأس واضح الإصابة الرأس ثبت بعد ذلك أنها هي فتحة طبيعية التي كانت الجمجمة فتحة طبيعية، كانت لأن كل عندما كان يتم تحنيط المصريين القدماء كان يتم فتحة في الرأس لاستخراج الحواش الموجودة في الرأس ووضع الكميات التي يتم بها التحنيط. ثبت بعد ذلك أن هذه الجمجمة هذه الفتحة كانت من أجل التحنيط وليس من أجل القتل، وإن كانت طبعا ما زالت الدراسات قائمة في مثل هذا المجال. أيضا هذا نموذج آخر تاني برضو للتابوت. بعد ذلك في العصر البطلمي والعصر الروماني على الأخص لأنهم كانوا يعني أهل الحرب صنعت بعد ذلك الآلات، لكن في عصر الملك توت عنخ آمون وجد حاجة سميها بعد ذلك مثل المنجل، ليس لها صورة الآن، مثل المنجل هي حديدية وجدت في مقبرة توت عنخ آمون حديدية فعلا. نعم لا حديدية وجد خنجر برونزي، الخنجر البرونزي اللي هو قيل بعد ذلك، لكن في آلة حربية تسمى مثل خنجر ومنحنية منسنية لا توجد لها صورة الآن منسنية اسمها خبيش، دي وجدت في مقبرة توت عنخ آمون. لكن مثل هذه الآلات لم توجد بشكل كامل في مصريين القدماء، ظهرت بعد ذلك في العصور اللاحقة. وجد من ضمن الأشياء التي وجدت أيضا في مقبرة توت عنخ آمون بعض الكراسي والمقاعد. أنت بدأ الحديد عصر الحديد في مصر أنت بدأ؟ عصر الحديد في مصر قبل يعني قبل 10,000 سنة. ده قبل المصريين القدماء. لكن مصر القدماء اللي احنا بنسميه الفراعنه ده حكم من سنه 3200 قبل الميلاد. مزوريه العطور، المزوريه العطور في مصر القديمه لم تكن موجوده عند الملك توت عنخ آمون فقط، وكان يهتم بجماله، ولذلك ما في ملك من ملوك مصر القديمه وجد في مقبرته الا وجدت ادوات تجميل وادوات زينه. هذا شيء أساسي كان فيه، بل كانت يعني النظافة وكان الحفاظ عليها وكان تطهير البدن شيء أساسي موجود حتى في كتاب الموتى اللي هو مفترض كتاب ديني بيختص بالأمور الآخرة. هذا رأس للمعبود خنوم اللي كنت حدثت حضراتكم عنه. المعبود خنوم ده كان من أهم الملوك الخاصة بالنيل. النيل لم يكن له المعبود الموجود في ذهننا بس المعبود حابي، بل كان كثير من المعبودات المصرية القديمة عبدها المصري القديم وقدسها من أجل أنه كان يعتقد أنها تدر النيل، مثل المعبودة ساتت، أو يحافظ على مياه النيل ويحافظ على مياه الفيضان مثل المعبود خنوم. هذا المعبود خنوم اللي هو مثل برأس كبش لأنه كان من ضمن الأعمال التي قدس من أجلها المعبود خنوم هو الخصوبة، وكان دائما في مصر القديمة عندما يصنع شيء يدل على الخصوبة يجيب رأس الكبش على أساس أنه هو رأس الكبش مما يدل على الخصوبة. أيضا هذه بعض الحل نحن نقول دائما هذه مصر كانت الآن وكانت قبل 3,000 عام و5,000 عام، هذه هي مصر، ومن هو موجود الآن هو مصري. وهكذا دي نقطة من ضمن النقاط. وأيضا هذا بدون شيء أن يكون فيه شيء. نعم صح. أيضا هناك يعني مثلا في الأسرات 30 أسرة التي حكمت مصر، في أسرة اللي هو الأسرة 26 أسرة نوبية تسمى بالأسرة النوبية ما زالت حتى ليل، إنه من حكموها كانوا نوبيين كاملين. أحمس في الأسرة 18 الذي بدأ الأسرة 18 والذي طرد الهكسوس هو أيضا كان والده أخذه وأمه أخذوه وربوه في النوبة عشان يعود يحرر مصر، فكانت البلاد واحدة، لم يكن هناك فرق ما بين جنوب وشمال، كانت هي بلاد عبارة عن بلاد واحدة، لم تكن هذه التفرقة الموجودة الآن. ولذلك دائما ما نحن بندعو الآن بنقول
يجب ان تكون هذه الامور ليست شيء مفرق بل شيء يعمل على الـ على على الجمع. التماثيل عندما نجد تماثيل كثيره ونسمع من بعض الزملاء او الرفقاء يقولون هذا التمثال لونه اسود، هذا التمثال لونه اسود لانه مصنوع من الجرانيت فهو لونه اسود مثلا، هو حيصنعه ازاي وهو لونه هو من الجرانيت مثلا وهكذا. فهذه نقطه بارك الله فيكم دكتور ياسين على حتى اختيار الجرانيت قد يكون أيضا محاكاة للون الحقيقي يعني. طبعا صحيح. لكن هناك أيضا كانت تماثيل مثلا من المرمر مثلا، والمرمر لونه أبيض، فهل كان هو أبيض في ساعتها أم لا؟ كان حارس من حراس. نعم موجود في مقبرة توت عنخ آمون أيضا بهذا الشكل. كان المصريين القدماء أيضا يضعون في أمام كل مقبرة وبداخل كل مقبرة حارس، وليس حارس واحد بل عدد من الحراس. وكان من ضمن يعني من ضمن فوائد هذا الامر ان يوحوا لمن يدخل هذه المقبره ان هناك من يعني سوف ياخذ بحقه، لدرجه ان هناك وجدت بعض النقوش الموجوده بداخل العديد من المقابر تدل على يعني تحذر الداخل الذي يريد ان يسرق، لان يعني الموضوعات بتدخل بعضيها، لان السرقه حتى في سرقات الاثار لم تأتي حديثا، سرقات الآثار تمت منذ المصر القديم القدماء، يعني في عصر المصريين القدماء تمت سرقة المقابر، ولذلك كان المصر القديم يضع في داخل كل مقبرة ما يحذر السارق من أن يسرق، يقول له إذا سرقت ستقطع يدك، إذا سرقت سيقطع لسانك، إذا سرقت لن تتحدث وهكذا، فكانت هذه الأمور تخيف بعض لكنها لم تخف الكثير من الناس يعني. هذا التمثال وأيضا موجود من الناحية الثانية، هذا التمثال لإلهة الحرب، إلهة سخمت يعني هي كما نراها عبارة عن شكل تسمى على هيئة امرأة بشكل اللبوة أنثى الأسد، تمام، وكانت هي مسعرة الحرب كما يقولون، ولذلك هي كانت من يعني دموية إلى شكل ما إلى شكل إلى حد كبير، وكانت دائما ما توضع في المقابر مع الحكام الشجعان، ما يدل على أنهم كانوا يقاتلون وكانوا يحاربون. الملك توت طبعا لم يحارب ولم يفعل شيء، لكن نعم حقيقية؟ لا هي معبودة، لا معبودة معبودة رمزية، لا ليست شخصية زي حطحور إلهة الحرب يعني وهكذا. نعم تفضل. طبعا هذا تفضل يا ريكي. طبعا اطلنا عليكم. هذا الرأس طبعا شهير جدا، اشهر من عالم. نعم صح. الملكة نفرتيتي هي الزوجة الاولى للملك اخناتون، الملك اخناتون تزوج بعد ذلك، لكن هي الملكة وكانت حاكمة ايضا، يقال انها حكمت فترة من ضمن فترات الملك اخناتون. الملك اخناتون من اشهر ملوك مصر القديمة، لكنه يعني مش عايز اتحدث لأنه حتى لو قال استعطافا معه، لكن هو من ضمن اشد الملوك للاسف اللي يقيل عنه كلام ليس في الحقيقه بعد ذلك. الملك توت عنخ الملك اخناتون حكم 17 عام، قيل بعد ذلك على فكره عشان برضو نربط العلاقه، قيل ان توت عنخ امون ابن اخناتون، لكن انا لا اؤيد ذلك، لكن قيل بعد وعلاقته بالاصلاح طبعا هو الملك اخناتون غير، يعني هو كنا احنا وندرس احنا وصغار نقول ان هو وحد الاديان، ولم يوحد الاديان، هو اخترع يعني شيء جديد من الشمس، يعني هو اعتقد ان الشمس هي في كل حاجه، ولذلك كانت عباده اتون عباره عن الشمس التي لها ازرع، عباره وكان ازرع الشمس تعطي كل الخير. عينيها الشمال الملكة نفرتيتي إحدى عينيها العدسة الطبيعية بتاعتها غير موجودة، يعني كانت عينيها كده بالطبيعة؟ لا طبعا، كانت عينيها سليمة. التمثال نفسه عندما تم اكتشاف التمثال سنة 1912 لم توجد إحدى العيون، إحدى العدسات العيون دي الأولى.
اتزوج بعد كده عندما اختلف من نعم ومش في مطالبه بارجاع التنفيذ. طبعا لما لا موجوده بس لا توجد اراده حقيقيه يعني. موجود في المانيا برلين فعلا حقيقي. هذا ايضا كرسي من ضمن كراسي ال هذا كرسي ايضا من ضمن كراسي الملك توت عنخ امون. الملك توت عنخ امون وجدت ايضا في داخل عده كراسي كما الكرسي اللي رايناه هناك. وهذا الكرسي وايضا وجد له كرسي ذهبي جميل جدا. ووجدت له كراسي يعني تدل على انه يعني شجاع وانه يقتل الاسرى وانه يعني كرسي اخر الكرسي الذهبي ربما بنراه في الصور لي مرسومه على القاعده انه هو بيقتل الاسرى ويأسرهم وهكذا. برضه بيدل على شجاعته وان كان لم نرى هذا الحجم. اعتقد انه حجم طبيعي. لا 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 كان كما هو المومياء بتاعته بشبيهة بنفس المومياء. والتابوت لم يزد عن 230 سنتيمتر. طبعا هذا الرأس رأس الملك زوج نفرتيت زوج الملكة إخنتون. وهذا الملك اللي تحدثنا عنه طبعا حتى لا أطيل عليكم أكثر. لكن الملك إخنتون فعلا من المهم جدا أن يتم قراءة عنه والاستيعاب بشكل كبير. الملك إخنتون من ضمن جمال حياته والفترة الفنية حتى اللي عاشها أن كان الفن واقعي. يعني عندما ننظر إلى الملك إخنتون نجد التمثيل طبيعي. يعني عندما نجد كثير من التماثيل نجدها متشابهة لأنه كان بيحاول الملك المصري القديم أو أي إنسان عايز يعمل له تمثال عايز يعمل نفسه في أحسن صورة. أما الملك إخنتون فقال لا أنا أريد أن أشوف شكل طبيعي. وهذه كانت الواقعية في حياة الملك إخنتون. الملك إخنتون سواء في الناحية الفنية أو حتى في الناحية العقائدية كان بيحاول هو بيتعامل بشيء عقلي. الملك رمسيس الثاني طبعا أو يعني كان من أهم ملوك مصر القديمة ومن أكثر الملوك اللي هم حكموا مصر. حكم فترة طويلة جدا يعني اقتربت ما يزيد عن 60 عام ولذلك احتفل حتى يقال ان احتفل اكثر من مرتين بالعيد سد. عيد سد ده كان يحتفلوا به كل 30 عام. ده الملك رمسيس رمسيس لا الملك رمسيس ده الملك إخناتون أسرة أخرى. الملك رمسيس الأسرة 19 الملك إخناتون الملك الأسرة 18 واضح تغير الملك. نعم والملك إخناتون كان الفن واقعي. شكله مختلف عن الملك رمسيس الثاني هناك هو عندما كان كبيرا. صحيح هو ده نفسه فرعون اللي ذكرته في القرآن. والله هذه النقطة فيها يعني خلاف لا نستطيع أن نعم ملامح قريبة من الآسيوية. وفي بعض الناس يقولوا أفريقية ويقولوا إن إحنا كسرنا الأنف. يقال هذا الأمر بشكل مين ده ده برضو قناع الذهبي للملك توت عنخ آمون ايضا. والملك كما قلنا انه وجدت كل الذهب وجد في مقبره توت عنخ آمون. وهذا القناع الذهبي كان ايضا يعني من الاهميه بمكان هذا. يا دكتور منصف اللي هو لوحه رشيد نقول نعم افت عشان دكتور ياسين انا ما بعرفش اللي افت اصلا كده عرفت الله. لوحه رشيد يعني في العلم يقولون لوحه وليس حجر. هذه اللوحه مكتوبه في الاساس في عام 119 قبل الميلاد. يعني هو في العصر بطليموس الخامس وليست من المصري وليست فرعونيه. يعني في الاساس ليست فرعونيه. هي عباره عن وكتبت بثلاث لغات اليونانيه الديموطيقيه وهي اللغه العامه في مصر القديمه كانت واللغه الهيروغليفيه. وشامبليون عندما جاء في مصر منذ 200 عام يعني سبقته طبعا يعني تجارب كثيره جدا للتعرف على اللغة المصرية القديمة وكيفية كتابتها. كان هذا الحجر أو هذه اللوحة كانت من أهم الوسائل وليست الوحيدة يعني عشان كده ليست الوحيدة من أهم اللغة المصرية القديمة هذه اللغة. ولذلك من الأهمية بمكان. وهذه برضو هناك يعني حملة أقيمت منذ عام لإعادة هذه اللوحة من المتحف البريطاني. ولكن حتى الآن طبعا رغم أن وجدت في الفترة الفرنسية يعني برضو بعض الأوقات يقال يعني من وجدوها في فترة الحملة الفرنسية على مصر لكن هي الآن موجودة في المتحف البريطاني. حتى يسأل سائل طب إزاي هم الفرنسيين اللي لأن الفرنسيين عندما خرجوا من مصر
وكان البريطانيين داخلين مصر، طبعا احنا بنسلم بعض، كان البريطانيين داخلين مصر يعني في اتفاقية تمت على أساسها أن تركوا كثير من الآثار للبريطانيين حتى يسمحوا لهم بالخروج الآمن، وكان هذا من ضمن القطع التي أخذها البريطانيين في هذه الفترة. مرحبا. نعم، هذا يعني رمسيس الثاني أيضا، تمثال طبعا ضخم. في تماثيل لرمسيس الثاني وجدت كثير سواء في معبد أبو سمبل جنوب مصر أو وجدت له في كل ما يعني كل مكان، في الأقصر وفي أسيوط وفي في دهشور وفي حتى في اسكندرية. يعني الملك رمسيس وجدت له العديد من التماثيل، لأنه هو من أكثر الحكام اللي هو حكمه، يعني استمر فترة حكمه أكثر ما من 60 عام فترة حكم فقط، وهو عاش ما يقرب من 100 عام أصلاً، وحكم أكثر من 60 عام أو ما يقرب من 70 عام. هذا ملامح عربية. هو نفسه اللي أنا. وهكذا يعني كذا يعني بعض هنا. دي المراكب المراكب التي وجدت في المقابر بهذا الحجم أو أصغر. التي وجدت في المقابر المصريه القديمه، وهذا التابوت شبيه بتابوت بمركب وجد في داخل مقبره الملك توت عنخ امون. طب هل هذه المراكب بهذا الحجم واصغر ايضا؟ لم يكن ملعب، هو كان في عقيدته انه يبحر به الى الدار الاخره. هذه الاجنحه هذه دلاله هذه الاجنحه، هذا دلاله دينيه ولا شيء؟ لا، هذه ليست نماذج مصريه قديمه يعني يعني طيران ولا شيء. ليست نماذج مصريه قديمه كامله يعني، لكن هي في اعتقد ان هي من ضمن الاشياء التي بتدل على يعني كانت توضع في اثناء مع المظاهر التي تحس على العلم، مما يدفع الى يعني كانه بيجلب العلم من اعلى. أيوة. يعني أخيرا لو حابين نتكلم عن لوحات الفيوم كما يسموها، دي هذه البورتريهات يعني عبارة عن وجوه وجدت في الفيوم، هي وجدت في الأساس في الفيوم، وجدت كمية كبيرة جدا منها وهي تعود للعصر الروماني. عصر روماني. هذه وجدت في العصر الروماني وسميت باللوحات الفيوم، ولكن بعد ذلك وجدت لوحات أخرى في مناطق أخرى في مصر برضو ما زالت تسمى بلوحة الفيوم، لكن وهي كعبارة عن وجوه حقيقية أو بورتريه بمعنى صح كامل للشخص الذي كان موجود في داخل هذه المقبرة. ولذلك كان هذه اللوحات من ضمن أهم الأشياء التي وجدت مؤخرا يعني. بس عايزين الدكتور ايمن يعني تفضل يا دكتور نكتفي يقول لنا هي دي مصر، يعني ليه سميته هي دي مصر؟ تفضل. ده موضوع سنتطرق اليه لاحقا. لكن عايز اقول ان مصر جميله، واحنا عايزين نقول ان مصر جميله. لا يعني في حد تاني قال غير كده؟ عشان ما اعرفش احنا النهارده ثقافه وحضاره، مش هنتكلم في السياسه. هل هذا الأمريكان يعني مش بهدل واشنطن؟ المسلة المصرية المسلات المصرية هناك هناك أكثر نعم هناك أكثر من 27 مسلة مصرية موجودة في الخارج، في حين لا يوجد في داخل مصر إلا 5 مسلات و27 مسلة موجودة في الخارج. طبعا في اسطنبول في واحدة في سلطان أحمد. سلطان أحمد نعم. صحيح ده حضرتك معرض خاص بتطور أدوات التصوير التلفزيوني من مراحل متعددة، بدءا من تقريبا كاميرا تعتبر من أول الكاميرات اللي استخدمت المتقدمة، لكن بدأت الصناعة بهذه الكاميرا الضخمة اللي وزنها حوالي 0.5 طن يعني من الحديد، هي صنعت في أمريكا سنة 1890 وتم تطويرها للتصوير التلفزيوني في مرحلة لاحقة، ثم نقلناها لهذا المتحف باعتبارها أثمن قطعة في متحف المعروضات
الخاصة بالتصوير والتلفزيونات وغيرها. شكرا. نقص تفضل يا دكتور. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. يا يقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشكر حضراتكم على كريم تشريفكم لينا اليوم. أتقدم بشكر خاص لسعادة الرئيس التونسي الدكتور المنصف المرزوقي الذي عودنا دائما أن يكون في مقدمة أي احتفال تأخذ فيه مؤسسة سياسية أو إعلامية أو ثقافية خطوة إلى الأمام. فالدكتور منصف هو الذي دشن معنا منذ 10 سنوات قناة الشرق في أول بث. هو الذي ضغط على زرار البث زي ما بيقولوا. وأيضا الدكتور منصف شارك معنا في كل تطوير ندشنه في قناة الشرق. فالحقيقة هذا كرم معتاد وليس غريب على الدكتور منصف. هستأذن أن أنا هتقاسم الحديث مع أخي وصديقي المترجم البارع الأستاذ ياسين. Cümleten hayırlı akşamlar. Bu açılış programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Özellikle saygıdeğer Başkan Munsif El-Merzuki Beyefendi'ye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bütün programlarımızda katılım göstererek gerçekten bizi onurlandırmaktadır. Kanalımıza ilk başlangıcı yaptığımız zaman, ilk açılışı yaptığımız zaman düğmeye basan ilk şahsiyettir. Ve sürekli bizim öne gitmemizde, ilerlememizde büyük emekleri olan, bize büyük destekleri olan bir abimiz, bir saygıdeğer büyüğümüz. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Aydan al-hayya betekaddem bi şükr khas li sadiq aziz ve rafiq Nidal tawil rubama huwa Nidal al-umr al-ustaz ve al-nashir al-sahafi الكبير الأستاذ هشام قاسم اللي كان لي شرف إن احنا تعاوننا مع بعض في تأسيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ثم في تأسيس حزب الغد وكان نائبا لرئيس حزب الغد لسنوات طويلة. الأستاذ هشام قاسم قيمة مهمة في مجال حقوق الإنسان وفي مجال العمل السياسي وربما تكون هذه هي أول زيارة له إلى قناة الشرق وإلى تركيا بشكل عام. لكن الحقيقة هي زيارة عزيزة انتظرناها منذ سنوات بعيدة. وهو بالمناسبة طبعا لسه خارج من الاعتقال منذ شهور قليلة جدا. Bugünkü yine teşekkürlerimi özellikle saygıdeğer kardeşim, mücadelede beraber olduğumuz Sayın Hişam Kasım Beyefendi'ye sunmak istiyorum teşekkürlerimi, minnettarlığımı. Zat-ı Aliyeleri beraber ortaklaşa yaptığımız birçok projede çalışma fırsatı bulduk. Özellikle insan hakları alanında bir örgütümüz, bir derneğimiz oldu. Daha sonrasında kurmuş olduğumuz Yarının Devrimi Partisi'nde yine kendisi görev aldı. Ve kendisi Türkiye'de değildi, yeni Türkiye'ye geldi. Ve bu yakın dönemde de tutukluydu. Yeni serbest kaldı. Kendisine bu bize verdiği destekten dolayı, aramızdaki bu sıcak ilişkinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ve bizi onurlandırdı, şereflendirdi. الحقيقة شكرا لحضراتكم جميعا، شكرا لكل الحضور من الجالية المصرية، من السادة النواب، من السادة الحقوقيين، من زملائي الأعزاء في اتحاد القوى الوطنية الذي أشرف بالانتماء إليه وسأظل أشرف بالانتماء إليه.
أيضا تحية كبيرة لزملائي في قناة الشرق الذين كانوا خير عون وخير سند في هذا العمل اللي الحقيقة استغرق وقت طويل جدا وجهد كبير جدا، لكن كان دايما زملائنا متفهمين ومقدرين وعارفين قيمة ما يمكن أن تقدمه مؤسسة الشرق، سواء كانت مؤسسة الشرق للإعلام والثقافة أو قناة الشرق، لأننا نعتقد أننا جميعا لدينا رسالة واحدة وهي مصر، وهي مصر بمختلف معنى الكلمة، مصر التي ربما لا يعرف البعض قيمتها، عشان كده ممكن تلاقوا يعني مكتوب كلمة هي دي مصر. وبالمناسبة مصر مش هي فقط حضارة 7000 سنة، مصر هي أيضا حضراتكم، مصر هي الوجوه المناضلة، مصر هي المفكرين، هي السياسيين، هي البارعين في كل مجال، هي علماء الدين، هي علماء الأزهر. مصر أكبر بكثير جدا مما يتصور البعض. Bu akşam özellikle aramızda bulunan saygıdeğer akademisyenler, saygıdeğer siyasiler, saygıdeğer hukukçular, bütün herkese özellikle bugün bu akşam bu münasebette bizlere destek verdikleri için, aramızda katıldıkları için, bizi onurlandırdıkları için hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi yine özellikle Şark Kanalı çalışanlarına, bütün personellerine, bütün ekibine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük emekler verdiler çalışmalarında. Gerçekten gayretli bir şekilde bugün bu çalışmanın bu başarıya gelmesinde, bu noktaya gelmesinde büyük emekleri oldu. Onlara teşekkür ediyorum. Dernek olsun ve kanal olsun, ikisinde de Şark Kanalı ve Şark Derneği olsun. Burada da büyük emekleri oldu, büyük çabaları oldu. Bundan dolayı da kendilerine yine özellikle teşekkür ediyorum. Bizim mesajımız Mısır'dır. Hep Mısır için çalışırız. Hep Mısır için mücadelemizi veririz. Mısır'ı konuşunca medeniyeti konuşuyoruz aslında. Mısır'ı konuşunca mücadeleyi konuşuyoruz aslında. Mısır'ı konuşunca din alimlerini konuşuyoruz. Mısır'ı konuşunca aslında Ezher alimlerini konuşuyoruz. Onun için bugünkü bizim mesajımız işte bu Mısır'dır, bu Mısır içindir. الحقيقة أنا مش عايز أطول كتير لأن كلماتي مضاعفة بسبب الترجمة فاستغرقت أكثر مما كنت أتوقع، لكن خلوني أقول لحضراتكم يعني إيه معرض الحضارة المصرية ويعني إيه المعرض الدائم للحضارة المصرية. المعرض الدائم للحضارة المصرية يعني هذا المعرض إن شاء الله سيكون مستمر، هيفتح أبوابه يومياً للزوار من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 3 ظهراً. الزوار ليسوا فقط المصريين وليسوا فقط العرب، بل أيضاً نحن نستهدف الزائر التركي. وجهنا دعوة لوزارة التعليم لاستضافة مدارس ثانوية تركية، وأيضا سنوجه الدعوة لكل المدارس العربية الموجودة في تركيا. أيضا الجامعات التركية نتخاطب ونتراسل معها الآن كي يكون هناك زيارات. المؤسسات الأهلية التركية، الجاليات العربية، السفراء والقناصل وغيرهم وغيرهم وغيرهم، سيكون هناك برنامج يومي لهذا المعرض كي نقول هذه هي مصر. البعض لا يعرف الكثير عن مصر حتى من المصريين، لكن المهم ان احنا نعرف نقدم بلدنا بالصورة التي تليق بها، وهذا المعرض هو صورة نحرص عليها كي تكون مصر دائما كما نتمنى وكما هي بالفعل، بلد كبيرة وعظيمة ومحترمة.
Bizim bugün açılışını yaptığımız müzemiz Mısır Medeniyetler Müzesi. Daimi olarak bu müzemiz devam edecek. Günlük olarak programları olacak. Saat 3 ile saat 10 ile öğleden sonra 3'e kadar açık tutulacak. Tabii ki buraya herkes ziyaret gerçekleştirebilir. Özellikle sadece Araplar değil de Türk kardeşlerimiz de, farklı vatandaşlar da, dünyanın farklı bölgelerinden herkes burada bu ziyareti gerçekleştirebilecek. Burayı ziyaret etme fırsatını yakalayacak. Özellikle de başka diğer protokollerle yapmak istediğimiz çalışmalardan bir tanesi de Türk okullarındaki okuyan öğrenci kardeşlerimiz, lise olsun, hem Arap okulları olsun, öğrencileri olsun. Bütün bunları buraya zaman zaman geziler düzenleyerek, burada programlar düzenleyerek burada kendilerini ağırlayacağız. STK'lar olsun, ondan sonra sivil toplum kuruluşları olsun, elçiler olsun, büyük elçiler olsun ve ülkelerin temsilcileri olsun, hepsini davet ediyoruz bu müzeyi gezmeleri için. Bu müze bizim Mısır'ımızın, Mısır medeniyetini, ne kadar tarihi, eskiye dayanan bir medeniyet olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla buradaki sergilenen eserlerin onun bir tanıtımı niteliğinde olacak ve daimi bir şekilde bu devam edecektir. الحقيقة طبعا يعني ما اقدرش اكون في جلسة فيها الدكتور المنصف المرزوقي والكل في شوق للاستماع الى صوته، ربنا ما يحرمناش من صوته ابدا. اكيد هنحتاج نسمع خير ختام للقائنا الكلامي باجمل كلام من اجمل شخصية واجمل رئيس واجمل مفكر الدكتور المنصف المرزوقي. وهستأذنكم بعد كلمة الدكتور المنصف المرزوقي هيبقى عندنا شوية حاجات خفيفة كده، أرجوكم لا تنصرفوا قبل القضاء عليها تماما. في بدأ؟ طيب تمام، نكمل الرحلة مع الأستاذ الكبير والرئيس والمناضل الحقوقي الدكتور المنصف المرزوقي. مساء الخير. أنا لم أكن يعني منتظر أنه يحيل إلي الكلمة أخي وصديقي العزيز. أريد أن أغتنم الفرصة بما أنه إحنا في تركيا لأقول لأصدقائنا الأتراك أنه إحنا يعني شفنا موقفهم من أهلنا في غزة، موقف الرئيس أردوغان، موقف الشعب التركي في يعني مساندة أهلنا في غزة، وهذا أثر فينا كثيرا نحن العرب، ولو أنه لم نستغرب هذا لأنه شيء من مأتاه لا يستغرب. بالتالي فشكرا لإخوتنا الأتراك، وننتظر منهم إن شاء الله أكثر دعم من هذا، لأنه أهلنا في غزة اليوم بأمس الحاجة لكل أصناف الدعم. Konuşmanın bana verileceğini bilmiyordum. Kardeşime teşekkür ediyorum. Ben bu münasebeti fırsat bilerek Türk kardeşlerime, özellikle burada bulunan kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'ye, Türkiye yönetimine, idarelisine özellikle teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Yapmış oldukları, sergilemiş oldukları tutumlardan dolayı, desteklerden dolayı Gazze'ye ve Gazze halkı için, mazlum halk için büyük çabalar ortaya koyuyorlar. Büyük destek veriyorlar o mazlum halk için. Özellikle ve özellikle kendilerine bu yaptıkları desteklerden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Gazze kardeşlerimiz, Gazze'li kardeşlerimiz bildiğiniz gibi bir soykırıma, bir katliama maruz kalıyorlar. وانتم تعرفون جيدا انه مأساة غزة يعني نحن المسؤولين عنها، وانه لو كان الرئيس الشهيد محمد مرسي في الحكم، لو بقيت التجربة الديمقراطية في مصر، لما عرف أهلنا في غزة كل هذه المأساة. وبالتالي فإن مأساة غزة هي مأساة أيضا الشعب المصري الذي يرزح تحت الاحتلال الداخلي. ونعتبر أنه ما يقوم به أخي وصديقي دكتور أيمن نور هو كل الطبقة الديمقراطية في مصر لتخليص مصر أولا من براثين الاستبداد، هو أيضا جزء لا يتجزأ من حرب لتحرير الشعب الفلسطيني، لتحرير الأمة العربية كلها، حتى نصبح يعني إن شاء الله شعوب خالية من الحروب، خالية من المآسي،
لا نضطر إلى تصدير ملايين المهاجرين إلى كل البلدان. وبالتالي فدكتور أيمن وأنا وكلنا مئات الآلاف يعني من الناس الذين يناضلون من أجل أوطان حرة وأوطان هادئة وأوطان مسالمة، وفي هذا المجال نحن نغبط أخوتنا الأتراك لما وصلوا إليه، ونتمنى يعني أن نكون دائما وأبدا في نفس الصف في نفس الخندق حتى نبني يعني عالما قابلا للسكن. وشكرا جزيلا، وإن شاء الله يعني تكون حفلات أخرى نحتفل فيها بانتصارات وليس فقط ب يعني التأسف على الأحوال التي تمر بها الشعوب. شكرا جزيلا. Tabii ki hepinizin malumu olduğu üzere Gazze bir acı, bir katliama, bir soykırıma maruz kalıyor. Orada yaşanan çok büyük acılar var, felaketler var. Eğer merhum, Allah rahmet eylesin, Muhammed Mursi, Doktor Muhammed Mursi hayatta olmuş olsaydı bu acılar yaşanmayacaktı. Mücadelesi bunun içindi. Ben özellikle bu münasebetten dolayı yine sayın kardeşim, değerli yol arkadaşım Doktor Eymen Nur Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Ben ve o ve diğer arkadaşlarımız ekip olarak bizim çabamız, bizim mücadelemiz diktatörlüklerin yok olması, bölgeye özgürlüklerin hakim olması, halkların iradesinin hakim olması için mücadelemizi veriyoruz. Biz bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Orta Doğu'da bulunan ne kadar diktatör bir rejim varsa onların dedikleri değil, halkların iradesinin hakim oluncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Ben bu münasebetle herkese teşekkür ediyorum ve temennim şudur ki artık sözde kalmayıp gerçekten fiiliyata dökülen bir özgürlük ortamının hakim olması ümidiyle herkese teşekkürler ve saygılar sunuyorum.